يعني هذه المناسبات ديال مرور 50 سنه يعني كتفاعل بعض انهم يعني يقوموا يعني بالواجب يعني المعنوي والسياسي والتاريخي تجاه ذاكرة المهدي. فلماذا لا؟ يعني لمدة 50 سنة وعائلة المهدي بحال قلت يعني بعد أحيان يعني بوحدها كانت يعني متشبتة ومرتبطة بهذا النظام من أجل الحقيقة. كيفاش يمكن لكم تصوروا أنه اليوم بعد 50 سنة أو غدا بعد 50 سنة ويوم غادي نوقفوا هذا النظام من أجل الحقيقة؟ طبعا الأمل موجود لأن يعني الأطراف حقيقة ولو أنها متعددة يعني الأطراف حقيقة موجودة. كانت الحقيقة موجودة، هناك شهود مازال على قيد الحياة يعني في المغرب. مع الأسف البعض تيموت أخيرا يعني الحسوني يعني توفى أخيرا، ولكن هناك مازال هناك شهود يعني يمكن أكثر من شهود، ولكن حنا تعتبرهم شهود لأنهم عندهم يعني اليوم تتعرفوا جزء من الحقيقة اللي مازال على قيد الحياة في المغرب على قيد حياة فرنسا. مازال هناك يعني ملفات تقارير إدارية المخابرات اللي مازال موجودة مازال يعني محصورة يعني محجوزة. فيعني وسائل وصول الحقيقة موجودة، يعني اللي مفتقد هي الإرادة السياسية لا لدى السلطات السياسية المغربية ولا لدى السلطات السياسية الفرنسية من أجل رفع كل هذه الحواجز. وتتمناو أنه بعد 50 سنة يعني هاد يعني هاد هاد يعني هاد 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 الإرادة السياسية قد يمكن يعني تولي حقيقة يعني من أجل يعني الجواب على أسئلتنا المشروعة. واش دائما موجود وما الحكايات حول مكان وجود جثة المهدي؟ حكايات متعددة ومختلفة مؤلمة بالنسبة للعائلة. يعني من تسمعوا كل الحكايات حول يعني تقسيم جثة المهدي أو حرقها أو ذوبانها في الحامض، يعني يمكن يعني ما يمكنش واحد يتصور شنو هو يعني الم العائله والالم يعني البقاء في الشك. فاحنا اللي تنطالبوا انه يعني رفع هذا الشك، ورفعه الشك هو البحث في كل هذه الاتجاهات. يعني بالنسبه للمغرب يعني الاتجاه اللي يمكن البحث فيه هو شيء بسيط، هو القيام بحفريات في مكان بيف 3. يعني ليس مكان بيف 3 هو ليس مكان اقامه السفاره الامريكيه. بيف 3 يعني يبعد عشرات الامتار من السفاره الامريكيه، ولكن ليس في إطار ملكية السفارة الأمريكية. يعني بيف 3 هو يعني أرض تابعة للسلطة المغربية. يعني اللي تنطلبه من يعني من السلطة المغربية يعني هو قيام شيء بسيط، اللي هو حفريات في هذا المكان اللي محدد ومعروف وباين. يعني في هذه الحالة غيترفع الشك. شوف تي في يعني غيترفع الشك إما إيجابيا إما سلبيا. لو كان إيجابيا غادي نكونوا واحد المرحله كبيره جدا بالنسبه للاجابه على مطالبنا يعني المشروعه. اذا كان يعني سلبي غنقفلوا هذا الباب وغادي يعني وانتجوا حول ابحاث اخرى بحال الاشياء اللي جات في المقاله الاسرائيليه، ديك الحديقه في ضواحي باريس الى اخره الى اخره. ولكن يجب اولا رفع الشك على كل كين ممكنه، وبيرتوا مكان محدد وبين يعني ومسهل جدا على السلطات المغربيه مثل ما قامت به سابقا في اطار هيئه الانصاف والمصالحه والجيش الشريف الحقوق. شوف صراحه يعني ما يعني ما درتش بغيت نناقش فيها. يعني اللي يمكن يعني الشيء الواحد اللي يمكن نقول كنا نتمناو ان هذه المبادره يعني تحصل هذه سنوات لما كان الاستاذ يوسفي رئيس الوزراء. يعني كان ممكن يقوم مبادره تجاه يعني تجاه الحقيقه. يعني كانوا وزراء العد اللي متابعين يعني الحيل الاستاذ يوسفي كان ممكن يقوموا يعني بمبادرات تجاه الحقيقه. يعني مع الاسف شيء يعني ما حصلش فوق وقته. الى الان هذه المبادره اللي تيقوم بها الاستاذ يوسفي يمكن يعني تقدم الملف نحو الحقيقه. يعني لماذا لا؟ كان هناك فرص ضائعه سابقة، يعني فرص يعني كثيرة لا حزبيا ولا حكوميا، يعني فرص يعني لم تستغل. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتوا تشوفوا شاشة تشوف تي في ان سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.